أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، عشر السادة والسيدات، عنوان هذا التوجيه استقبال رمضان. معشر الإخوة والأخوات، يجب أن نكثر من حمد الله وشكره على أنه أمد في أعمارنا حتى أدركنا هذا الشهر المبارك، وقد ظهرت نفحاته وبركاته من خلال مجموعة من المعطيات، من ضمنها أن الله رفع البلاء وفتحت المساجد وسمح بدروس العلم فيها، وذلك فضل من الله ونعمة. كما أن من بشارات هذا الشهر المبارك أنه بمجرد أن رجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى جاء الغيث من السماء، فسقى الله تعالى البلاد والعباد. تعرفون رحمكم الله كيف أننا خلقنا للعبادة، ولا شيء غير العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا أن الذي يحدث أنه يحدث تقصير وتأتي معيقات، فيعجز الإنسان عن أن يعبد الله كما ينبغي. فأعطى الله سبحانه وتعالى هذا الشهر المبارك منة منه ومنحة من أجل الاستدراك، فكل الظروف مهيئة. ينادي منادي من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وفتحت الجنان وغلقت النيران، وبالإضافة إلى ذلك فإن الله تعالى أعطانا فرصة طيبة من خلال مضاعفة الأجر والثواب في هذا الشهر، فمن أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وبالتالي يجب أن نغتنم هذه الفرصة الطيبة لنحقق الغاية الكبرى من الصيام، وهي لعلكم تتقون، كما ورد في آية سورة البقرة. ثالثا، من ضمن ما يجب أن يستقبل به هذا الشهر المبارك الكريم أن يحرر الإنسان النية، وذلك بأن يصوم، لأن الله تعالى فرض ذلك، وأن يصوم استجابة لهذا الأمر الإلهي وهذا النداء الرباني. ويتفرع عن ذلك أنه يرجو أن يكون من عتقاء هذا الشهر، وأن يتقبل الله عمله، وأن يختم له بخاتمة الحسنى وزيادة. ومن السنن المطلوبة أن يبشر الناس، وأن يبشروا بعضهم بعضا بمجيئه، ويهنئوا بعضهم بتهنئة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، إلى آخره. كما ينبغي أن تحدد الأهداف وأن يوضع البرنامج كما سبق أن أشرنا في درس آخر، لأن التائه لن يحقق أي شيء، فلا بد من برنامج مضبوط من أجل الابتعاد عن الغفلة والكسل. ومطلوب من الإنسان أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، أن يتبرأ من المحرمات، وأن يكثر من الذكر والدعاء، بأن تكون له مجالس للذكر، وعلى رأس هذا الذكر كثرة الاستغفار، لأنه كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفرة. وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقبته، وأن يفعل به الخير، وأن لا يخرج هذا الشهر
إلا وقد غفر له. والناس في الحقيقة يضيعون فرصة رمضان الثمينة على أساس أنهم يستقبلونه بما لا يليق. فهذا الشهر المبارك معشر الإخوة والأخوات وبمثابة سوق، يجب أن نقدم له وأن نهيئ له ما يحتاج إليه، ولكن الغافلين يفوتهم ذلك. فالتجار مثلا يعدون السلع ولكنهم قد يغشون فيها، وقد يخلطون بين الجيد والرديء وينسون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وأصحاب الفن الغير النظيف يعدون الأفلام ويعدون النكت ويعدون البرامج التافهة التي بدلا أن تشجع الناس على اغتنام فرصة الشهر فإنهم يضيعون عليهم الأوقات. وعباد البطون يتفانون في إعداد الأكل والشراب، ويكون كل ذلك حائلا بينهم وبين المقصود من هذا الشهر المبارك الذي هو شهر العبادة، والذي يحدث عادة ويحير العقل أنه شهر للعبادة، كما أشرت إلى ذلك أكثر من مرة، ولكن الناس يحولونه إلى شهر تخمة ومرض بكثرة ما يعدون من الأطعمة، رغم ظروفهم القاهرة مع كثرة قلة المال وارتفاع الأسعار وغير ذلك من المحن، ولكن مع ذلك يتفانون في إعداد أطعمة كثيرة جدا يملؤون بها موائدهم، رغم أن العادة أن الجوع يواجه بأي شيء أعددته، وبالتالي فأغلب ما يهيئونه يضيع ويفسد، فلا هم استفادوا منه ولهم قدموه هدية من خلال إطعام الصائمين. وكل ذلك يعني أننا نستقبل هذا الشهر بما لا يناسب وما لا يليق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين ليعرفوا قيمة هذا الشهر المبارك وهذه المنحة الربانية الجميلة والعجيبة، فيستغلوها كما ينبغي ويقوموا بما هو مطلوب منهم فيها، ليترك أثره ويحقق نتائجه، وما ذلك على الله تعالى بعزيز إذا حسنت النيات وتحررت المقاصد وأخلص العمل لوجه الله سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لأحسن الأقوال وأحسن الأعمال، وخذ بأيدينا إلى كل خير، وصلى الله وسلم على نبي الرحمة سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.